متسابقنا الثالث المتسابق عبد العزيز عبد الله فهد الجودي من السعودية نشاهده سويا على الشاشة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاسم عبد العزيز عبد الله فهد الجودي. البلد المملكة العربية السعودية. العمر 13 عاما. أقرأ برواية حفص عن عاصم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إذن المتسابق عبد العزيز بن عبد الله فهد الجودي من السعودية، كلمتكم شيخنا. بارك الله فيك يا ابني عبد العزيز، الله يرضى عليك. أنت في السن المناسب لحفظ القرآن الكريم، يعني خلال 13 سنة تقريبا. نعم، يعني هذا السن المناسب لحفظ القرآن. إني لك من الناصحين، لا تنشغل بهذه الأجهزة التي ظهرت في عصرنا، واحفظ القرآن مع مجموعة من زملائك ولو عن بعد عن طريق هذه، فاستغل هذه الأدوات لحفظ القرآن الكريم مع مجموعة لإتقان الحروف. أتقنت شيئا وبقي عليك أشياء سأنبهك عليها حتى تستفيد منها. إذا قرأت ومر معك كلمة آخرها هاء ساكنة فوضح الهاء، أعطيها هواء، أعطيها نفس. يعني مثلا الجنة نه، سمعت نه، والشهادة خشية الله خشية الله، سمعت؟ أما الجنة الشهادة خشية الله، آخر حرف سمعناه نحن الفتحة، فتحة الحرف اللي قبل الهاء، تبه؟ فبدك توضح الهاء المتطرفة اللي بالأخير. خبير خا، اضغط الصوت لفوق يا ابني، خا، خبير. كذلك هو الرحمن الرحيم، لا تكرر الراء، لا تقول هو الر هو الر، سمعت هذا التكرير الذي يؤدي إلى ظهور عدة راءات، منهي عنه. هو الر هو الر هو الرحمن الرحيم. المتكبر والمصور لما تقف عليها بين الكسرة، المتكبر المصور، ولا تقول المتكبر المصور، وهذه ليست كسرة، وهذه كسرة. الله يبارك فيك ويبارك فيك شيخنا الكريم. شكرا لك أخي عبد العزيز بن عبد الله بن فهد الجودي من السعودية.